إشادة كبيرة بالجهود والخدمات التي قدمتها سفارة دولة الكويت بلندن في تسهيل عودة ما يقرب 6000 طالب وطالبة، بالإضافة لآلاف من العالقين والمبتعثين للعلاج في إطار خطة العودة الشاملة، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومن 5 مطارات في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا انتهى اليوم الثالث من المرحلة الثالثة، حيث وصل عدد حالات هذه المرحلة إلى رقم قياسي، وتم تشغيل 29 رحلة نجح خلالها فريق العمل بالسفارة والخطوط الجوية الكويتية في مطار لندن هيثرو في زيادة عدد نوافذ الخدمة من 7 نوافذ فقط في الأيام العادية إلى 21 لضمان سرعة إنهاء الإجراءات. توجيهات صاحب سمو أمير دولة الكويت كانت بضرورة تسهيل على المسافرين قدر استطاعتنا، لذا قمنا بزيادة عدد نوافذ الخدمة لتسريع الإجراءات، وهذا العمل الجاد جاء نتيجة التعاون الكبير مع سفارة دولة الكويت في لندن والحكومة وإدارة الخطوط الكويتية. وبجهود كل هذه الجهات التي عملت في ظروف استثنائية لم نشهدها من قبل بكامل طاقتها هنا في لندن وباقي المدن، نجحنا في إنهاء الإجراءات بطريقة سلسة على الركاب في هذه الظروف الصعبة. العائدون من الطلاب والمسافرين أكدوا على فخرهم واعتزازهم بدولتهم الكويت، مؤكدين أنها دائما تكون عند حسن ظنهم بترتيب رحلات العودة في شهر رمضان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد-19. حاب أشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على حرصه تجاه أبنائه المواطنين في الخارج، وأشكر معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح على جهوده وكامل الوزراء تجاه هذه الجائحة. كل اللي سووه جميل برقابنا لا يمكن ننساه، ودولة الكويت باعت الكل وشرتنا. كلنا فرحانين ويعطي العافية سمو الأمير، صراحة يعني إنجاز وايد وايد حلو، وإن كلنا بإذن الله بنرد للبلد الحبيب الكويت، طبعا الوطن ماكو مثل الكويت، كلهم مجهودهم وايد حلو، السفارة ومكتب الثقافي داقين علينا كلهم يعطيهم العافية، بالتويتر والسوشيال ميديا يعطيهم ألف عافية، أرقام ويلا الرقم هذا تدقوا عليه عشان بإذن الله تيون المطار هذا ولا المطار هذا، يعني الحمد لله المجهود مبين بين الجوانب كلها والله الحمد. يعني هذه مبادرة وايد حلوة من حضرة صاحب السمو الله يطول بعمره على أنه يحرص على رجوع أبناء إلى الكويت في هذه المحن وهذه الأوضاع اللي صايرة عندنا. جهود كبيرة من فريق العمل بسفارة دولة الكويت ومكتب الخطوط الجوية الكويتية بمضاعفة نوافذ الخدمة لتسهيل إجراءات صعود المواطنين إلى الطائرة وعودتهم إلى دولة الكويت. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، من داخل مطار هيثرو لندن.